السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشاشة واضحة كده والصوت ولا في مشكلة؟ تمام يا دكتور. تمام. النهاردة بقى هنبدأ نكمل الجزء بتاع البريد ديزاين اللي هي الدراسات الأولية لتصميم شبكات المياه وشبكات الصرف. هنبدأ في المحاضرة رقم 3 اللي هتشمل Population Study, Water Consumption و Design Equation. أولا يعني كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رمضان. إن شاء الله السنة رمضان الجاي بقى تكونوا إيه اتخرجتوا وبدأت حياتكم العملية. هنبدأ يعني بمناسبة أول رمضان, يعني هديكم محاضرة إن شاء الله هتبقى بسيطة النهاردة, هتبقى مراجعة على الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده في الترم الأول, ولو في أي زيادة هنقول. الجزء اللي هو خاص عشان أصمم شبكات مية أو شبكات صرف يبقى لازم عندي مجموعة من الدراسات, وأهم حاجة قلنا اللي هي البوبيليشن اللي هي عدد السكان اللي هيخدمهم المشروع, فإحنا لازم نعمل بوبيليشن بريدكشن أو توقع للزيادة السكانية في المستقبل, بحيث زي ما قلنا إن المشروع بيخدم على فترتين, الفترة الأولانية 25 سنة والفترة التانية 50 سنة, فبالتالي لازم يبقى عندي طرق لتوقع الزيادة السكانية بحيث إن أنا لما أعمل مشروع هيخدم بكفاءة الفترة اللي هو متصممها. ففي مجموعة عوامل بتأثر على الزيادة السكانية, يبقى إحنا لما بنروح برضو مكان مش مجموعة العلاقات اللي هنقولها أو قوانين يبقى هي دي هنحسبها وخلاص, لا لازم نخلي بالنا من مجموعة حاجات. يبقى هنشوف الفاكتور افكتنج بوبوليشن انكريز اللي هي العوامل اللي بتأثر على الزيادة السكانية, هناخدها في الاعتبار مع المعادلات اللي هي بنتوقع بيها الزيادة السكانية. يبقى أول حاجة الستاندر ليفنج اوف بيبول اللي هي مستوى المعيشة للأفراد, كل ما مستوى المعيشة ارتفع كل ما استهلاك المياه زاد. الكالتشر اوف كوميونيتي اللي هي ثقافة المجتمع, كل ما المجتمع بيبقى على درجة عالية من الثقافة والوعي بيبقى عنده درجة إلمام بأهمية المياه والحفاظ عليها والاستخدام الأمثل لها. الكوميونيكال اند اندستريال اكتيفيتي اللي هي الانشطه الصناعيه والتجاريه, يبقى هشوف المنطقه اللي انا بعملها فيها انشطه صناعيه فيها انشطه تجاريه فدي لها استخدامات, من الكود هنلاقي في الكود لكل صناعه او كل استخدام تجاري بيحدد لي الاستخدامات فناخدها في الاعتبار. الترانسبورتيشن فاسيليتي وسائل المواصلات, يبقى المكان لو له وسائل مواصلات جيده يبقى هيبقى مكان جاذب للسكان فبالتالي يبقى هاخد ده في الاعتبار. الاميجريشن اللي هي الهجرة, يبقى انا لو عندي مثلا هشوف انا بعمل مشروع فين, لو انا بعمله مثلا في اسكندرية غير ما اعمله في الصعيد غير ما اعمله في القاهرة, فنلاقي القاهرة واسكندرية بتبقى جاذبة لهجرة ابناء مثلا الصعيد المحافظات اللي هي الريفية, فبتبقى عندي في زيادة نتيجة الهجرة إليه. وفي بعض المدن بتكون أو القرى بتكون طاردة للعمالة أو طاردة للسكان, وده غالبا في محافظات الصعيد لأن مش متوفر عندهم أي خدمات أو فرص عمل, فهم بيعملوا هجرة أو بيتركوا المكان ويدوروا على مكان تاني فبيروحوا القاهرة أو الإسكندرية أو بعض محافظات الدلتا. الـ War and Disease اللي هي الحروب, زي ما احنا شايفين مثلا في سوريا في كم مليون واحد مات الديسيس, واحنا ده عايشين في حالة انتو يعني اول مرة نشوفها اللي هي الأوبئة كنا نسمع عنها, دلوقتي عندنا كورونا, النهاردة مات 10 مات 20 في بعض البلدان, مثلا في أمريكا مثلا مات 500,000, في ألمانيا 110,000 نسمة, في مصر المعلن 10,000, فدي من الحاجات اللي بتأثر على استهلاكات المياه. البوبوليشن بريدكشن ميثود اللي هي طرق توقع الزيادة السكانية, احنا قلناها قبل كده هنقول عليها بسرعة, الأريثماتيك ميثود اللي هي الطريقة الحسابية, ودي بتعتبر الزيادة كخط مستقيم.
الجيومتريك ميثود اللي هي الطريقة الهندسية، وبتعتبر الزيادة بتكون كزيادة منحنى زي ما احنا شايفين في المنحنى الموجود ده. انا عندي لو في مدينة في بداية النمو بتاعها بتنمو بطريقة هندسية، يعني ايه؟ بيبقى معدل الزيادة السكانية بمعادلة هندسية، فبيبقى بالشكل المنحنى ده. بعد فترة لما بيستقر الأوضاع بتنمو بمعدل ثابت، فبتبقى بالطريقة الحسابية، فبيبقى الخط الايه المستقيم اللي هو المرحلة الثانية. بعد كده بتبدأ المدينة تتشبع بالسكان، فبالتالي ما بتبقاش قابلة للزيادة السكانية، فبتوصل لحد معين وبتثبت، فبنسمي ديت مرحلة الديكريزنج ريت اوف انكريز، معدل التناقص في معدل الزيادة. ادي الطرق الانكريزنج فاكتور اللي هي طريقة الزيادة بمعامل الزيادة، الجرافيكال اكستنشن اللي هي ان انا امد اتوقع الزيادة عن طريق ان انا رسم بياني، الجرافيكال كومبارسون اقارن مدينتين او قريتين بنفس الظروف مع بعض، الديكريزنج ريت اوف انكريز اللي هي طريقة الايه الحساب بالمتناقص، والماستر بلانس ميثود اللي هي طريقة المخطط العام حسب الاستخدامات. الارثماتيك ميثود زي ما احنا شايفين في الشكل الموجود ده ان هي الزيادة عبارة عن خط مستقيم، فبالتالي البوبوليشن هي البوبوليشن ان في السنة ان عدد السكان في السنة اللي انا عاوزها في المستقبل بيساوي البي نوت اللي هو عدد السكان في سنة الأساس زائد كي اللي هو ثابت الزيادة الهندسي. بس احنا لو عندي عدد من السنوات بنجيب قيمة كي ديت وناخد المتوسط بتاعتها، يعني عندي فترات مثلا من 1960 أو 65، كل زي ما احنا عارفين إن هو بيتم كل 10 سنين تعداد سكاني، فأنا عندي 2006، 2016، 1996، 1986، فبحسب قيمة كي ما بين كل فترتين، مثلا ما بين 86 و96 وما بين 96 و2006 و2006 و2016 وآخد المتوسط. يبقى ده، وبعدين هنضرب يعني هنجمع قيمة الكي وهنقسمها على العدد الكيات. الان اللي هي ديزاين بيريود اللي هو الفترة التصميمية للمشروع. الجيومتريك ميثود لما نشوف في المنحنى اللي هو موجود ده هنلاقي ان الزيادة عن طريق خط منحني، فالعلاقة بتمثل اللي هي اللين بي نوت واللين اللين بي ان واللين بي نوت والكي جي، برضو بناخدها المتوسط ما بنحسبهاش على فترة واحدة. عشان نحسب عدد السكان بدقة بنحسب الكي على مجموعة من الفترات وناخد المتوسط بتاعه. الطريقة اللي بعد كده اللي هي الـ increasing factor method. توقع البي ان اللي هو عدد السكان في المستقبل بيساوي البي نوت في الواحد زائد نسبة الزيادة السنوية. بس انا عاوز اقفل الشريط اللي تحت ده عشان فبالتالي نسبة الزيادة مثلا هنا في مصر كنا بنتكلم من 2.4 لحد 2.7، فدي بنحسب بطريقة مباشرة لحساب الزيادة السكانية. الجرافيكال اكستنشن ميثود زي ما بنقول عندي في المنحنى الموجود في اليمين ده، أنا عندي ده بيمثل النمو السكاني لحد السنة تي، فاحنا عاوز اتوقع، فبمد المنحنى على بنفس طريقة الانحناء او على نفس المسار، وبعد كده اجيب عدد السكان. هي دي طريقة بسيطة بس يعني ايه غير دقيقة قوي. قالوا في طريقة تانية اللي هي الجرافيكال كومباريسون ميثود، ان انا عندي مدينتين لهم نفس الظروف لكن واحدة اكبر من التانية.
فبناخد بنرسم منحنى النمو السكاني للمدينة الأولانية الصغيرة والمنحنى النمو السكاني للمدينة الكبيرة، وبنعتمد أو بنعتبر إن المدينة الصغيرة هتنمو بنفس معدل نمو المدينة الكبيرة لما كانت في نفس عدد السكان. يعني هنروح واخدين مثلا زي ما احنا شايفين في المنحنى ده عند نهاية عدد سكان المدينة الصغيرة اللي هو موجودة تحت، بنرسم خط أفقي يقطع المدينة الكبيرة، وناخد الجزء اللي فوق ده ننقله ونحطه ده منحنى نمو للمدينة، وبعد كده نجيب عدد السكان في أي سنة في المستقبل. الطريقة بقى الجديدة اللي هي هنزودها عن اللي قلناها قبل كده، اللي هي الـ decreasing rate of increase method، طريقة الحساب بمعدل التناقص. زي ما قلنا في المنحنى اللي هو موجود ده، إن في الأول النمو هندسي، بعد كده حسابي، بعد كده decreasing، بتبدأ المعدل النمو يقل. يعني بنقول المدينة بتوصل لتشبع. أنا عندي المدينة لها حيز عمراني، الحيز العمراني ده امتلأ بالمباني، المباني محددة بعدد من الأدوار، ما بقاش فيه أي مكان لاستيعاب أي زيادة سكانية. فالمدينة في الحالة دي بتبقى وصلت لحالة اسمها الساتوريشن أو التشبع. يعني هنقول مثلا مدينة طنطا هي دلوقتي حوالي 600,000 نسمة. طيب لو بنينا كل المتخللات وبنينا كل العمارات على حسب الأدوار المتاحة وعملنا إحلال لكله، هنلاقي إن أقصى طاقة استيعابية لمدينة طنطا 750,000 نسمة. يبقى الساتوريشن بوبوليشن لمدينة طنطا هنقول إنها 750، مش هتستوعب أي فرد بعد كده، يبقى ده عدد السكان الأقصى اللي ممكن تستوعبه المدينة. فاحنا بنقول الساتوريشن بوبوليشن اللي اقصى عدد سكان ممكن تستوعبه المدينه. فبالتالي احنا بنحسب الزياده السكانيه ازاي؟ بنقول انها عباره البي ان، عدد السكان في السنه ان في المستقبل، هيساوي البي ساتوريشن اللي هو اقصى عدد سكان ممكن تستوعبه المدينه ناقص مجموعه من الحاجات. يبقى دي طريقة بالحساب بالعكس. احنا كنا بنحسب دلوقتي البي نوت بتساوي البي ان عدد السكان في المستقبل بيساوي البي نوت عدد السكان في سنة الأساس زائد معامل زيادة سكانية وهكذا، لكن احنا بنحسبه بقى بالعكس، بنقول عدد السكان في المستقبل بيساوي أقصى عدد توصله المدينة ناقص الايه؟ معامل. طيب البي ساتوريشن ده هنجيبه ازاي؟ هو عبارة عن، عشان نحل بالطريقة ديت لازم يكون عندي ثلاث تعدادات للسكان، البي نوت والبي واحد والبي اتنين، هو عدد السكان في ثلاث سنين معروفين اللي هي تي نوت وتي وان وتي تو. يبقى البي ساتوريشن عندي العلاقه بتاعته اهي، بنحسبه منها. من البي ساتوريشن ممكن بعد ما بنجيبها في معامل كده اللي اسمه الكي دي، بنحسبه ناقص لين بي ساتوريشن ناقص بي تو على بي ساتوريشن ناقص بي وان على تي تو ناقص تي وان. جبنا الكي دي بنعوض في المعادله بتاع البي ان، يبقى بتساوي البي ساتوريشن احنا جبناه معروف، البي نوت اللي هي سنه الاساس اللي احنا بنحسب على اساسها في الاي اس ناقص كي دي في التي ان ناقص تي نوت. يبقى دي علاقه بنحسب بيها عدد السكان عن طريق التناقص مش الزياده. يعني بنقول المدينه هتوصل لحاله التشبع، وبعد ما توصل لحاله التشبع نبدا ان ايه نجيب بالعكس. يبقى دي من الطرق الايه المختلفه. في حد له سؤال في الطريقه دي او اي استفسار؟ يعني استاذ حضرتك يا دكتور، يعني هي بتتوقع يعني بالمستقبل اقصى سعه ليها وبحسب للوقت الحالي يعني؟ لا، انا بتوقع المستقبل حسب يعني زي ما قلنا ان المدينه اقصى سعه استيعابيه لها توصل كذا، بعد كده مش هيبقى في مكان لسكان، يبقى السكان الزياده هتحصل ايه؟ هتبقى المدينه طارده، يبقى هيروح مكان تاني يسكن فيه. انت في طنطا عاوز شقه تسكن فيها، انت قاعد مع والدك وعاوز تعمل اسره وهتسكن في طنطا، ما لقيتش شقه هتعمل ايه؟ هتدور على مدينة تانية، هتروح المحلة، هتروح اسكندرية، هتروح القاهرة، حسب شغلك أقرب مكان لشغلك، لأنك مش لاقي مكان تسكن فيه. في الحالة دي بتوصل وقت إيه؟ لما نوصل لحالة الساتوريشن، خلاص المدينة بقت مستوعبة
كل السكان ومفيش مكان لزياده جديده. فدي طب احنا بنحسب بقى ازاي؟ بنقول ما دي الساتوريشن دي بي ساتوريشن دي احنا طنطا بنحسبها من ثلاث اعدادات او من الماستر بلان، قلنا هتوصل مثلا 750. طيب انا عاوز احسب بقى عدد السكان، هي حاليا 600 او 550 الف نسمه. طب انا عاوز احسب عدد السكان بعد 10 سنين، بجيبه من الراجع بقى من 750، مش بجيبه من الايه؟ من ال 650 الحالي. فدي طريقه بالحساب بالراجع يعني بالعكس. تمام يا دكتور، تمام. يعني هنا دكتور سنه الهدف اللي انا عايزها ما بين السنه الحاليه والسنه بتاعت الساتوريشن. ساتوريشن اه. يبقى سنه في النص انا بحسب عليه. بعد سنه الساتوريشن هي الساتوريشن. يعني لو جيت قلت لي مثلا الساتوريشن دي بعد 20 سنه خلاص، يبقى بعد 25 سنه هي عدد السكان هو البي ساتوريشن مش هيزيد. لان هتبقى المدينه ثابته على عدد السكان. الديزاين تشارج اللي هي التصرفات التصميميه، قول الوحده بتاع الووتر كونسبشن زي ما احنا عارفين لتر بالكابيتال بالدي، لتر للفرد في اليوم. وبنحسبها ازاي؟ قلنا برضو عشان نفتكر ان هي متوسط استهلاك الفرد في السنه. يبقى انا عندي الفرد مثلا بنحسب استهلاكه في 365 يوم ونقسمه على عدد، يعني نجمعه في السنه ونحسبه ونقسمه على عدد ايام السنه، يبقى ده بيديني استهلاك الفرد. يبقى هو متوسط استهلاكه على مدار العام، يبقى بقى في الصيف في الشتاء في الربيع في الخريف جمعنا استهلاك الفرد طول السنه وبعد كده قسمناه على 365 يوم فاداني متوسطه استهلاكه. طب ايه هي العوامل اللي بتاثر على الووتر كونسبشن اللي هي الفاكتور افكتنج ذا ريت اوف ووتر كونسبشن؟ اول حاجه حجم المجتمع البوبوليشن. ليه؟ لان كل ما زاد عدد السكان كل ما زادت الانشطه التجاريه والصناعيه والخدميه والاداريه والتعليميه، فبالتالي يبقى محتاجين استهلاكات اكتر. يبقى لما نيجي نتكلم على قريه هنبص لاقي استهلاك الفرد 150، نيجي نتكلم على مدينة متوسطة زي مثلا سانتا زفتة يعني ما فيهاش أي صناعات قوي فنلاقي مثلا 200، هنيجي نتكلم على مدينة كبيرة زي المحلة زي طنطا زي كفر الزيات ممكن نلاقي استهلاكات المية 250 أو 225. ليه؟ لأن في أنشطة صناعية، في أنشطة تجارية، في أنشطة إدارية، في خدمات تعليمية. الكلايمت طبعا استهلاك الفرد هنا احنا بنتكلم في هنا في طنطا كذا. طب انا لو قاعد في أسوان هل هو نفس الاستهلاك؟ لا، يبقى درجة الحرارة بتأثر. الستاندر اوف ليفنج برضه مستوى المعيشة، كل ما مستوى المعيشة ارتفع كل ما استهلاكات المية زاد. البريشر اوف ووتر، انا عندي الميه ضغط الميه في الشبكه عالي، يا سلام بفتح الحنفيه وايه واستخدم كميات كبيره. لو عندي كميه ميه والضغط يا دوب بملأ الحاجه ما عنديش اي ويست. الكواليتي اوف ووتر، لو الميه جودتها كويسه طبعا هستهلك، لو جودتها مش كويسه هيبقى هحاول اقلل الاستهلاك. تكلفه الميه الكوست اوف ووتر، يبقى لو انا الميه ببلاش خلاص ما فيش عندي اي وعي ولا اي حاجه، هيبقى عندي اهدار للميه. لكن لو انا عندي عداد بكارت زي ما بيحصل دلوقتي وانت بتستحمى الكارت خلص هتعمل ايه؟ فهتحافظ بقى على الميه وتشوف الكارت وبتدفع فلوس فهتقلل الاستهلاك. السيورج فاسيليتي اللي هي موجود شبكات الصرف، لو انت في قريه في بعض القرى ما فيهاش دلوقتي شبكه مجاري، الميه بتتصرف على ايه؟ على خزانات تصريف او خزانات ارضيه، هو كل بيت عامل عنده ترانش وبعد كده بيجي عربيه لوري بيسحب المياه الصرف ديت وينقلها لمكان تاني وتكلفتها كل يوم او يومين بيدفع مبلغ. فبالتالي توافر لو ما فيش مياه مجاري او ما فيش عندي شبكة مجاري فالاستهلاك هتبقى اقل، لو في شبكة مجاري فده بالاستهلاك بتزيد.
الكونسامبشن اوف ووتر فور ديفرنت يوز، يعني استخدامات الميه او استهلاكات الميه حسب الاستهلاكات. لما نيجي مثلا في الجدول اللي احنا شايفينه على اليمين ده، الووتر يوز والبرسنت اوف توتال الاستهلاكات، يعني لما اجي اقول مثلا هنا في طنطا استهلاك الفرد 200، طب ال 200 ديت او ال 210 او وهكذا متوزعه ازاي؟ هل هو بيستهلكهم في البيت ولا متوزعين؟ فهنيجي مثلا نقول عندي دوميستيك، استهلاكات منزليه اللي هي استهلاكات الحمام والمطبخ فنلاقيها من 40 ل 60%. طب استهلاكات تجاريه اللي هي المولات الموجوده والمحلات 10 ل 20%، استهلاكات صناعيه من 10 ل 20%، البابليك اللي هي الخدمات العامه من 5 ل 10%. طب دي استهلاكات مدينه عاديه، يعني ما فيهاش صناعه، يعني ما فيهاش حاجات تجارية غير مألوفة، يعني أي مدينة عادية دي الاستهلاكات بتاعتي بتتراوح. لكن لو أنا عندي مدينة صناعية، لو أنا رحت المحلة هلاقي الجزء بتاع الاستهلاكات الصناعية دي زيادة، لو أنا هروح مثلا مدينة جديدة وفيها كذا حي صناعي، هروح العاشر من رمضان، هروح السادات، هلاقي إن الاستهلاكات الصناعية كبيرة فالنسبة دي هتزيد وهكذا. طيب يبقى دي متوسط الاستهلاكات المية حسب الايه النوع. طيب الوتر في الكود بقى ريحني من الحسابات وقال لي اداني كده استهلاكات للفرد حسب حجم المدينة او القرية اللي هو موجود فيها هنا في مصر. يعني قال لي مثلا لو قرية اقل من 50,000 يبقى يعني القرى لحد 50,000، لو حتى مدينة أقل من 50,000 بنعتبرها قرية. قال لي متوسط استهلاك الفرد 125 والفواقد من 10 ل 25، يبقى الإجمالي من 135 ل 105. مدينة صغيرة زائد مثلا زي ما قلنا سانتا وهكذا، زفتة، بركة السبع، وزنة، هنلاقي الاستهلاكات 150. نيجي للمدن الكبيرة اللي هي زي عواصم محافظات طنطا، بنها، دمنهور وهكذا، هنلاقي الاستهلاكات بتاعتها حوالي 180. المدن الجديدة بقى هنلاقي الاستهلاكات فيها حوالي 280 للفرد. ليه؟ لأن بقى فيها استهلاك متنظمة كويس، فيها صناعة، فيها أنشطة تجارية ترفيهية وهكذا، فمعدل استهلاك الفرد زاد. وبدل ما بقى نحسب للفرد نقعد نقيس استهلاكه على مدار سنة ونقعد نقسمه، فلا من الكود على طول لو أنا بصمم بشوف القرية أو المدينة دي تعداد سكانها قد إيه، أو هي مدينة صغيرة كبيرة، وناخد الإيه استهلاك الفرد من الجدول ده. في الكوليشن ووتر كونسبشن استهلاكات الفرد بقى عشان نصمم، قلنا ان في تغير في الاستهلاكات على مدار ساعات اليوم وعلى مدار ايام الشهر وعلى مدار شهور السنه. فانا عندي التصرف المتوسط اللي هو كيو افريج اللي هو الووتر كونسبشن في البوبوليشن، عندي الماكسيمم مانثلي اقصى استهلاك في اقصى شهر، متوسط اقصى شهر من 1 ل 1.5 وبناخد 1.4 من 10، متوسط أقصى يوم في السنة بناخد 1.8 من 10، متوسط أقصى ساعة في السنة 2.5، والمينيمم بناخده 7 من 10. الديزاين فلو زي ما قلنا الأفريج والماكسيمم مانثلي، يعني الكيو أفريج هو عبارة عن البوبوليشن، في كيو أفريج اللي هي متوسط استهلاك الفرد مقسومة على 1000 على عدد ساعات اليوم وهكذا، فبالتالي هنجيب التصرف المتوسط. الافريج فلو اللي هو الكيو افريج اللي هي البي في الكيو افريج، الماكسيمم مانثلي اللي هنضرب 1.4 من 10 في التصرف المتوسط وهكذا، حسبنا التصرفات المختلفه. الفيوتشر ووتر كونسبشن قلنا عاوزين نحدد، يعني دلوقتي لو قلنا استهلاك الفرد في طنطا مثلا 200، طب بعد 10 سنين، بعد 20 سنة، هل هي نفس الـ200؟ لا، بيحصل زيادة. فعندي طرق لحساب الزيادة في استهلاك الفرد مستقبلا. أول طريقة اللي هي الانوال جروث، ودي أبسط طريقة، الووتر كونسبشن ان في السنة ان
بيساوي الووتر كونسبشن نوت في السنة الحالية أو سنة الأساس في واحد زائد الكي سي أس تي إن ناقص تي. طب إيه هي الكي سي ده؟ الكونسبشن أنوال جلوريز، معدل الزيادة في استهلاك المية. طب ده بناخده قد إيه؟ بناخده 10% من الزيادة السكانية. يبقى إحنا حسبنا الزيادة السكانية، معدل الزيادة السكانية طلع مثلا 2.7، 2.5، يبقى نروح قاسمينه على 10 أو ناخد 10% منه، يبقى ده الكي سي، وطريقة سهلة ونجيب الاستهلاك في سنة في المستقبل. تاني حاجة الطرق، الكود مثلا عندي الميتر سيستم، طرق القياس بدقة. أول حاجة الويل متر سيستم، الووتر كونسبشن يعني بيساوي الووتر ان في السنة ان، بيساوي الووتر كونسبشن في السنة نوت اللي هو في سنة الأساس في واحد زائد نسبة الزيادة في الاستهلاك. طيب نسبة الزيادة دي بنحسبها ازاي؟ لو بيتم القياس بطريقة جيدة يعني، فبناخدها البي ان على البي نوت اس بوينت 125 من 1000. لو بيتم القياس بقى بدقة بعدادات على كل حاجة، بتبقى بي ان على بي نوت اس 11 من 100. يبقى بالتالي لو انا حسب ما انا بقيس، فغالبا العلاقه اللي احنا بنستخدمها اللي هي الايه، اللي هو الويل ميتر سيستم، لان ما عنديش قياس كومبليتلي ميتر سيستم اللي هو القياس بدقه وعندي عدادات على كل حاجه. لا، انا ايه، في اجزاء عليها عدادات وفي اجزاء ما عليهاش عدادات، فبنعتبر الطريقه الاولانيه. الفاير ديماند، تصرفات الحريق. زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان الكود بيقول لي ان كل 10,000 نسمة ممكن يحصل لهم حريق في نفس اليوم في نفس الوقت. يبقى انا لو عندي مثلا مدينة تعداد سكانها 100,000 نسمة، عدد الحرائق اللي فيها كام اللي ممكن تحصل في نفس الوقت؟ قالوا 10 حرائق، 10 فاير. طيب الحريق الواحد بتوع الدفاع المدني قال متوسطه بياخد ساعتين عشان نطفي الحريق ونعمل بعد كده بيستهلك المية عشان ما يحصلش حريق تاني، وهكذا زي العمارة كده اللي ايه اللي ولعت وسابوها. لو هم عملوا عملية اطفاء واستمروا في عملية الاطفاء ما كانش استمر الحريق. طيب يبقى الحريق الواحد بياخد ساعتين. طب استهلاك الحريق او حنفية الحريق، كمية المية اللي بتستخدم لاطفاء الحريق 60 متر مكعب في الساعة. يبقى الفاير ديماند، احتياج الحريق البوبيليشن على 10,000، دي عدد الحرايق، في 2 زمن الحريق، في 60 اللي هو تصرف المية المستخدمة لإطفاء الحريق. ده طريقة من ضمن الطرق بتحسب كمية المية اللي أنا عاوزها للحريق. يبقى منها 2 من 10 في الخزان العلوي و8 من 10 في الخزان الأرضي. طيب طب لو انا بصمم شبكه، قال لي طب في جدول تاني ممكن حسب عدد السكان يديني تصرف، يبقى البوبوليشن لو عندي 10,000 يبقى required fire discharge اللي هو التصرف المطلوب 20 لتر على الثانيه. يبقى انا دلوقتي لما اجي ازود اصمم الماسوره ازود عليها 20 لتر على الثانيه، يعني required fire discharge ده المفروض جنبه لتر على الثانيه. طب لو عندي مدينة 100,000 يبقى 40 لتر، أكتر من 200,000 يبقى 50 لتر على الثانية. ده جدول بيديني تصرفات الحريق. هنيجي بقى عندي عشان نصمم مجموعة المواسير، عندي مجموعة من العلاقات بستخدمها لتصميم المواسير. زي ما انتوا عارفين ان انا عندي البايب، الفلو في البايب يا اما اندر جرافتي المية بتمشي بالانحدار او بالجاذبية او اندر بريشر يبقى بتمشي تحت ضغط. فعندي مجموعة من العلاقات بتستخدم لتصميم المواسير سواء اندر جرافتي او اندر بريشر. اول علاقة اللي هي الكونتينيوتي ايكويشن اللي هي معادلة الاستمرارية، ودي بتستخدم لتصميم اي سائل سواء ماشي اندر بريشر او اندر جرافتي. هي عبارة عن التصرف بيساوي مساحة المقطع اللي بيمشي فيه التصرف في سرعة التصرف، ودي اشتغلنا عليها في تصميم حتى أحواض المحطات وأي قناة أو أي ماسورة.
عندي العلاقة الثانية اللي هي دارسي ال اتش فريكشن، معامل الاحتكاك او الفاقد نتيجة الاحتكاك بيساوي الاف، ده معامل الاحتكاك وبياخده 11 من 1000، او لو حساب احنا كنا اخدناه في الترم الاول اللي هو بيساوي 2 من 100 في 1 زائد 1 على 3.5 دي، او 4 من 100 في 1 زائد 1 على 3.5 دي اذا كانت ماسوره جديده. ال طول الماسوره، اللي فيه سرعه الميه في الماسوره، والدي اللي هو قطر الماسوره. يبقى دي علاقه ايه دارسي، لو يا اما نحسب الاف او نعوض بيه 11 من 1000. وهنرجع لدارسي ديت، دي بتستخدم لتصميم المواسير اللي هي اندر بريشر، اللي هي المايه بتمشي فيها تحت ضغط. الكونتينيوتي ايكويشن بتستخدم لتصميم مواسير اندر جرافيتي اللي هي مواسير بتمشي بالجاذبيه، او اندر بريشر اللي هي تحت ضغط. هنيجي على معادله هازن ويليام ايكويشن، ودي برضو خدناها قبل كده. السرعة بتساوي 355 من 1000 في السي اللي هو معامل الاحتكاك حسب نوع الماسورة، لو هو قيمته ويتراوح ما بين 100 إلى 150، لو قيمته قليلة بيبقى معامل الاحتكاك بتاع الماسورة كبير، لو قيمته كبيرة يبقى 150. فنلاقي مواسير البلاستيك يو بي في سي والبولي اسيلين نلاقي معامل الاحتكاك بتاعها 140 150. هنيجي لمواسير الأسبستوس، هنيجي لمواسير الخرسانة، الزهر، هنلاقي معامل الاحتكاك بتاعها 100 110. يبقى السي ده معامل الاحتكاك حسب نوع الماسورة. الدي اللي هو قطر الماسورة، الإس اللي هو الفلوستي أو الهيدروليك جريديانت اللي هو بيساوي الإتش على الإتش اللي هو الهيد لوسز على اللي هو طول الماسورة. دي علاقة بتاع هازن ويلينج. يبقى كل ما القيمة بتاعة السي تزيد، كل يعني لو عوضنا في العلاقة اللي فوق الفي يبقى قيمة السرعة بتزيد. بتزيد ليه؟ لأن عندي معامل الاحتكاك قل، فبالتالي إن المايه ما فيش احتكاك فالسرعة بتزيد. يبقى هيحصل إيه؟ هتنقل لي تصرف أكتر. يبقى عندي التصرف برضه كل ما السي بتزيد، لو عوضنا كيو هتلاقي قيمة التصرف اللي ممكن تنقل الماسورة. يبقى أنا لو عندي ماسورة خرسانة عادية، وماسورة خرسانة، وماسورة أو زهر، وماسورة بلاستيك، لو أنا خدت ديت 110 ودي 140، تخيل بقى الماسورة دي هتنقل حوالي 30% زيادة من كمية المية، ويحصل نفس الهيد لوس، فبالتالي هتبقى أوفر. يبقى استخدام نوع الماسورة، لما اتكلمنا المرة اللي فاتت على البايب ماتيريال قلنا فيه انواع، فنعرف ان الانواع الجديده اللي هي البلاستيك اللي هي البي في سي، اليو بي في سي، والبوليسيلين، والجي ار بي، لها ميزه كمان عن ثمنها وتحملها، انها ما فيش معامل الاحتكاك بتاعها قليل، فبالتالي انها الضغوط فيها بتبقى معقوله لان الاحتكاك بيبقى قليل، فبتنقل كميات ميه اكبر من المواسير من نفس القطر في ماسوره ثانيه. الماسوره ممكن تنقل نفس التصرف بس هيبقى الهيد لوسز فيها عالي، يبقى بدل ما انا عاوز ترومبه 50 بار، لا انا عاوز ترومبه 70 او 80 بار، يبقى تكلفه عاليه. العلاقه بتاع هازن ويليام ديت بتستخدم في تصميم المواسير اللي هي اندر بريشر اللي هي تحت ضغط. عندي اخر حاجه في المعادلات التصميميه اللي هي المانينج ايكويشن، معادله مانينج اللي هي معادله السريان. دي بتستخدم العادي اللي احنا عارفينه عنها، انها بتستخدم لتصميم المواسير اللي ماشيه اندر جرافيتي، او القنوات اللي بتمشي فيها الميه بالجاذبيه، او الترع لو انت بتاخد الري. فمعادله مانينج دي بتساوي الفي بتساوي 1 على ان، وان ده معامل بيعتمد حسب السائل اللي بتنقله الماسوره وحسب خامه الماسوره، في الار اللي هي الاي على البي، مساحه مقطع اللي بتمر فيه التصرف على البي، الويتد بارامتر. معادله مانينج دي من المعادلات الجيده، وبتستخدم في الاس اللي هو ميل الماسوره اللي هي بتمشي بيه.
أنا عندي دلوقتي الماسورة دي بتستخدم لتصميم المواسير الماشية أندر جرافيتي، وعشان المية تمشي أندر جرافيتي لازم يبقى في فرق منسوب ما بين أول الماسورة وآخر الماسورة، وده بيحصل عن إن أنا بعمل ماسورة مايلة بميل مقداره اللي هو الإس اللي إحنا في المعادلة. هنيجي نتكلم احنا نفذنا خط المواسير، او انت بالنسبة لخط مواسير المي، زي ما قلنا البايب عندي نوعين، النوع الاولاني اندر جرافيتي الماسورة ممتلئة جزئيا زي الشكل الموجود، او اندر بريشر اللي هي الماسورة ممتلئة كليا والمية ماشية تحت ضغط. الوركينج بريشر اللي هي الضغوط في المواسير اللي هي ماشية اندر بريشر، بقى عندي المواسير يا اما 4 بار 6 بار 10 بار 16 بار وهكذا، يبقى دي الضغوط التصميميه للمواسير. يبقى لما اصمم اجيب ماسوره انا عندي المواسير يو بي في سي مثلا، في منها 4 بار في 6 بار في 10 بار في 16 بار حسب تصميمي للشبكه وحساب الضغوط فيها والفواقد وطول الشبكه بحدد الماسوره اللي انا عاوزها. يبقى انا صممت شبكه الميه وقلت مثلا انا عاوز المواسير اللي في الشبكه ديت لان الضغوط داخل الشبكه لقيتها وصلت 10 بار، يعني قريبه من 10، فهجيب المواسير اقول لا خلاص يبقى انا هجيب مواسير يو بي في سي تتحمل ضغط حتى 10 بار. طيب جينا نفذنا المواسير، زي ما قلنا المره اللي فاتت اتكلمنا بنعمل الخندق بتاع الماسوره، بنحط الماسوره العرض بتاعها عرض الخندق عبارة عن قطر الماسورة زائد 30 من كل اتجاه يعني 60 سنتي، أو ضعف قطر الماسورة إذا كانت قطرها صغير أقل من 30 سنتي، والعمق بتاعها حسب هنقول بعد كده في المحاضرات الجاية العمق بتاعها إيه. فقلنا حطيناها على عمق معين، عمق قلنا مبدئيا عمق الردم فوقها قلنا حسب هي في طريق عام أو في طريق فرعي أو في زراعة، هنقول مثلا متر متر وعشرين ردم فوقها وتحتها رمل، وركبنا المواسير بالوصلة بتاعتي مثلا راس وديل أو بالجيبولت أو بالفرنشات ونفذت خط المواسير. طب أنا عاوز أعمل خط المواسير ده، لو أنا ضغطت المفروض المية مثلا قلنا 10 بار، لو أنا ضغطت المية فيه هتمشي في ضغط 10 بار يعني حوالي 100 متر هيد. طب هل مش ممكن احتمال يا اما الماسوره حصل لها حاجه اثناء النقل او التركيب فيها عيب فبالتالي هتخر ميه، الوصله ما بين الماسوره والتانيه عامل او حصل مشكله او ما خدش باله وهو بيركب الجوان مش مظبوط ما ربطش كويس. طب انا لو ضخيت الميه وردمت على الماسوره وضخيت، طب ما هيبقى في تسرب للميه وفي فاقد، فقلنا لازم بيبقى في حاجه اسمها اختبار للماسوره، يبقى لازم نعمل اختبار لخط المواسير عشان نضمن ان هو ما بيسربش الميه. طيب اولا في المصنع الماسوره بعد ما بتنتج بيبقى في اختبار على الماسوره بيشوفها بتحمل الضغط ولا لا. يبقى انا مثلا لو عندي ماسوره 10 بار في المصنع بيختبرها على 2 الوركينج بريشر، الوركينج بريشر زي ما قلنا الماسوره اللي انا عاوزها 10 بار، طب في المصنع بيختبرها على 10؟ لا بيختبرها 2 الوركينج بريشر، يعني 2 في 10 بيختبرها بيضغط فيها ميه لحد 20 بار، لو هي 6 بار في المصنع يبقى 2 في 6 12 بار وهكذا. طيب انا بقى في الموقع خلاص المصنع اختبر مواسيره وسلمها لي، بس هي وهي منقوله ممكن تكون حصل لها خبطه وفي تحميلها تنزيلها في تركيبها، او وهي بتتركب ما تركبتش صح، فلازم نعمل اختبار في الموقع. طب الفيلد تيست ده بيساوي 1.5 الوركينج بريشر، بيساوي 1.5 اللي هو الضغط التشغيلي بتاعها. طب بنعمله ازاي؟ بنروح جايين مثلا على مسافات من 300 ل 1000 متر في الخط اللي انا مركبه، انا عامل شبكه مواسير ممكن يكون طولها 100 كيلو 50 كيلو في القريه او في المدينه،
يبقى اجي اقسمها كده اجزاء من 300 ل 1000 متر واروح جاي بختبر الجزء ده. بنختبره ازاي؟ بنيجي على اول الماسوره واخرها ونروح مركبين طبه، وفي طبه ونركب فيها ماسوره بمحبس، وفي الماسوره اللي انا مركبها في الطبه والمحبس دي في كل اتجاه. طيب اروح في ناحيه من الماسوره مركب مضخ ترمب، وفي الناحيه الثانيه بركب عداد ضغط، وابدا املى الماسوره دي ميه، وبعد ما املاها اخلي المضخه تشتغل تضغط الميه اللي جوه الماسوره. طب انا الماسوره اللي عندي المفروض خط الموازين متصمم انه 10 بار، يبقى بضغطه لحد 15 بار، 1.5 في 10 15، وعندي العداد اللي هو موجود في الناحيه الثانيه دي بيقرا لي الضغط داخل الماسوره، وبسيب الماسوره نص ساعه. لو عداد الضغط ده ما نزلش قليل 15، يبقى الماسوره دي خط المواسير ده ما فيش فيه تسريب ومتركب كويس وما فيش فيه مشكله. احنا ما بنكونش رادمين على الخط كله، يعني بنيجي كده اجزاء كل 6 7 متر 6 متر مثلا في وسط ماسوره نروح رادمين جزء، ولكن بنخلي الوصلات ما بين المواسير مكشوفه بحيث لو حصل تسرب ايه نعالجه. فلقينا الخط ده ما حصلش اي تسرب والمؤشر بتاع العداد ثبت على ال 15 بار النص ساعه او الربع ساعه بتاع الاختبار، يبقى الخط ده تمام نردم عليه وخلاص نبدا نستخدمه. طب في بعض الحالات نبدا واحنا بنبدا نضخ في الاول العداد ده نبص نلاقي ما بيوصلش ال 15، يبقى في تسريب كبير في الماسوره، نمشي على خط المواسير نشوفه فين ونعالجه. او نضغط وصل 15 وابص الاقي بعد ربع ساعه ان رجع ل 10، يبقى في عندي تسريب برضه في منطقه من الخط نشوفه فين ونعالجه لحد ما ايه يبقى عندي الضخ الضغط داخل الماسوره ثابت لمده نص ساعه. ده طريقه اختبار مواسير اللي هي اندر بريشر. مواسير الاندر جرافيتي هنتكلم عليها في الصرف وهنقول طرق الاختبار بتاعتها. في حد له سؤال في الجزء اللي احنا قلناه ده ولا ايه يعني ولا ماشي؟ يا دكتور فايدة الطبة ديت ايه بس؟ ما انا عشان اضغط المية دي خط مواسير مفتوح، يعني انا لازم اطبب الماسورة، وفي الطبة دي بعمل ماسورة صغيرة يعني 2 بوصة عشان اركب فيها المضخة، وفي الناحية التانية اركب فيها العداد. تمام، على حسب انا واخد القياسات عندي كل مثلا زي ما حضرتك قلت 6 متر او 7 متر. لا مش 6 متر او 7 متر، انا باخد المسافه في الخط من 300 ل 1000 متر. يعني انا ما بقيسش ماسوره ماسوره، انا بقيس بقى الخط بعد ما اتركب، باخد قطاع كده من الشبكه اللي انا ركبتها واعمل لها اختبار، يبقى كل جزء كده بختبره. تمام يا دكتور. ونخلي بالنا المعلومه اللي عندنا ان انا عندي ضغوط التشغيل ديت حسب التصميم، يعني انا مثلا الوركينج بريشر ديت انا بصمم وعندي حسب نوع الماسوره وحسب طول الشبكه وان انا بخدم كام دور في المدينه والمحطه اللي بتضخ على بعد كام كيلو، فانا بحسب الضغوط لما بصمم الشبكه بحسب الضغوط اللي انا عاوزها. فانا لقيت ان الضغوط مثلا وصلت ل 10 بار يبقى انا اجيب مواسير 10 بار، لقيتها 6 بار اجيب مواسير 6 بار وهكذا. يبقى ديت الايه ضغوط اللي على اساسها بحدد نوع الماسوره. بعد ما احدد نوع الماسوره اللي انا عاوزها، انا عاوز ماسوره 6 بار او 10 بار، بروح بختار النوع، بقول ان انا هشتغل مواسير يو بي في سي، هشتغل مواسير بولي سيلين، هشتغل جي ار بي. يبقى اخترت النوع. بعد ما اخترت النوع يبقى هروح للمصنع اقول له انا عاوز 10,000 متر مواسير قطر 600 مللي، نوع يو بي في سي، ضغط تشغيل 10 بار. وردت المواسير خلاص. طب انت المصنع بجيب منه شهادة اختبار، بيقول لي انه اختبر المواسير ديت
وكمان المصنع مش نفسه اللي بيختبر، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتروح تختبر المواسير في المصنع اللي هو بضغط الاختبار بتاع المصنع اللي هو 2 الضغط التشغيلي. يبقى انا المواسير الطلبية اللي انا عاوزها بتتصنع لي يوم كذا ساعة كذا، بيجي مهندس فن من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بيروح لكمية المواسير 10,000 متر بتاعتي اللي انا عاوزها، يروح يختبرها في المصنع ويديني ويدي المصنع شهادة ان المواسير دي تم اختبارها عند ضغط كذا وانها نجحت في الاختبار. يبدأ المصنع بعد كده يورد لي المواسير، يبقى انا متأكد ان المواسير ايه جيدة. ده من ضمن اشتراطات اشتراطاتك على المصنع اللي انت بتاخد منه مواسير. بعد ما جبت المواسير ركبتها فلازم انا اعمل اختبار عشان اتأكد انها اتركبت صح. فبعمل الطريقة كل بقى 500 متر 1000 متر اخد قطاع كده في المواسير اروح مطببه واروح مركب عليه من ناحية مضخة ومن ناحية اللي هو عداد قياس الضغط، وأضخ المياه فيه، وإذا ما فيش مشكلة يبقى العداد هيبقى ثابت على ضغط الاختبار اللي هو 1.5 اللي هو الفيلد تيست، 1.5 الوركينج بريشر، 1.5 بالعشرة مثلا أو الستة، وبالتالي خلاص يبقى الخط ده جاهز للاستخدام. هنيجي نتكلم على الويست ووتر كوليكشن سيستم ديزاين فلو، تصرفات مياه الصرف. ويمكن احنا قلناها بسرعة في الترم الأولاني. أول حاجة لما نيجي نتكلم على مياه الصرف، يبقى مياه الصرف دي بتيجي منين؟ من المياه العادية أو مياه الشرب أو الووتر سبلاي. يبقى بنحسب التصرف المتوسط لمياه الشرب، يبقى كيو افريج الووتر كونسبشن في البوبيليشن. يبقى أنا لو شغال مشروع صرف بشوف استهلاكات الفرد قد إيه، على اساس ان انا هحدد كميه المياه الناتجه منه حسب الاستهلاكات. فبنيجي الديترمينيشن اوف افريج سيوج فلو، تصرفات المياه المتوسطه، تصرفات مياه الصرف المتوسطه عباره عن كام؟ من 80 ل 90% من استهلاكات المياه. يبقى الفرد اللي بيوصله 200 لتر، طب ال 200 لتر دول بيرجعوا كلهم لشبكه المجاري ولا بيرجع منهم قد ايه؟ بيرجع منهم من 80 ل 90%، يعني من 160 ل 180 لتر، والباقي التاني بيبقى فاقد، بيتسرب في شبكه المواسير وهكذا. يبقى كيو افريج ويست ووتر، التصرف المتوسط لمياه الصرف، بيساوي من 8 ل 9 كيو افريج الووتر كونسبشن اللي هو استهلاكات الميه. يبقى نخلي بالنا تصرفات مياه الصرف من 8 ل 9 من استهلاكات الميه. طيب هنيجي زي ما اتكلمنا في الميه، كنا حددنا متوسط اقصى يوم، اقصى ساعه، اقصى شهر. هنا في الصرف بنحدد، بيبقى لنا معامل تاني بنسميه البيك فلو او الماكسيمم فلو، تصرف الذروه او اقصى تصرف اللي احنا هنصمم عليه شبكات المواسير. البيك فلو بيساوي كيو بيك بيساوي كيو افريج في الكي ماكسيمم، معامل اقصى تصرف. معامل اقصى تصرف بتساوي 1 زائد 18 جذر بي على 4 زائد جذر بي. البي هي البوبيليشن على 1000، يعني البي عباره عن عدد السكان على 1000. بنحسب الكي ماكسيمم نضربه في كيو افريج بيديني ايه؟ الكيو بيك او كيو ماكسيمم اللي هو اقصى تصرف. يبقى بالنسبه للصرف الكيو بيك هو اقصى تصرف، مش زي المية 1.4 1.8 2.5، لا الصرف بنحسب أقصى تصرف. طب المينيمم فلو التصرف اللي هو أقل تصرف كان في المية 7، لا هنا بنحسبه، بنقول الكي مينيمم معامل أقصى أقل تصرف 2 في البي أسسوس، زي ما قلنا البي هو البوبيليشن على 1000. طب الكيو مينيمم كيو أفريج في الكي مينيمم، يبقى جبنا أقل تصرف. في حاجة قال لك بس إيه؟ الكي مينيمم ده لو طلع اقل من 5 بناخده 5، يبقى الكي مينيمم اكبر من او يساوي 5. يبقى ده الكيو ماكسيمم والكيو مينيمم بتاع مياه الصرف، يبقى دول مختلفين عن مياه الاستهلاكات المي.
هنيجي كده نتكلم على جزء بسيط كده وهنكمله المحاضرة الجاية، اللي هو أول جزء بقى اللي هي محطات الضخ البامبنج ستيشن، اللي هي محطات رفع المية أو محطات رفع الصرف. البيربوس أند تايب أوف بامبنج ستيشن، الغرض وأنواع محطات الضخ. ذا مين بيربوس اوف بامبنج ستيشن از تو ترانسفير فلويد فروم لو بوينت تو هاير بوينت. الغرض الأساسي لمحطات الضخ هي إنها ترفع السوائل أو المية من منسوب منخفض إلى منسوب مرتفع. طيب أنواع محطات الضخ إيه أو محطات الرفع؟ ذا مين تايب اوف بامبنج ستيشن، يبقى أنواع محطات الإيه البامبنج ستيشن إيه؟ أول حاجة الويست ووتر بامبنج ستيشن، محطات ضخ مياه الصرف. الووتر بامبنج ستيشن، محطات ضخ المياه الشرب أو المياه. السلادج بامبنج ستيشن، محطات ضخ السلادج، ودي موجودة في محطات معالجة المجاري. الستورم ووتر بامبنج ستيشن اللي هي محطات ضخ مياه الأمطار. في بعض المدن بيتعمل شبكات تجميع مياه الأمطار وبتعمل لهم محطات ضخ نجمع فيها المياه وبعدين نضخها للمكان اللي بيتم استخدامه. محطة الصرف أو محطة الرفع ده الفلو لاين بتاعها، عندي محصول الدخول، عندي ويل بئر مبتل بيتجمع فيه المياه، وده بيكون منخفض في نقطة منخفضة في المدينة. يبقى المحطات الضخ دايما بنحطها في أوطى نقط في المدينة بحيث إنها نجمع فيها المية بأقل مجهود وبعد كده نبدأ نضخها. بعد كده عندي في بامب هاوس، جزء بيت أو عنبر الطرمبات، في الطرمبات اللي بتسحب المياه وتضخها وتبدأ تضخها في بريشر لاين، في خط المياه تمشي فيه اندر بريشر. يبقى محطة الرفع تتكون من ماسورة دخول، بئر تجميع، عنبر طرمبات، وبعد كده ماسورة خروج اللي هي المياه بتبدأ تروح للمكان اللي انا عاوزه. يبقى ده الغرض وانواع البامبنج ستيشن. لو شفنا شكل محطة رفع لمياه الصرف بتتكون من ايه؟ يعني مبدئيا كده انا عندي ماسورة المياه المجاري اللي هي السويج سيوج انفلو اللي هي على الشمال، ماسورة الدخول تبدأ تدخل لي على الويت ويل اللي هو البيارة التخزين. البيارة دي بيبقى فيها مواسير سحب للطرمبات، يبقى الطرمبات تسحب بيها المياه، وعندي مطور وترمب ومضخة موجودين بتبدأ تسحب المية من البيارة وتضخها في خط اللي هو خط الشارج، تنقل المية توديها مثلا لو هي محطة تجميع مياه صرف لمحطة معالجة مياه الصرف. دي بنسميها ليفت ستيشن أو محطة الرفع لمياه الصرف. وعندي بقى كنترول بانل اللي هي للتحكم في تشغيل المحطة، وفي عندي سنسور كده لتحديد مناسيب المياه بحيث يبدأ يشغل لي الطرمبات حسب المنسوب ويبطل الطرمبات وهكذا. يبقى ده شكل مبسط لمحطة الرفع أو محطة الضخ، سواء بس محطة رفع مياه، مياه شرب، محطة رفع مياه صرف، هي عبارة عن ماسورة دخول ويت ويل بئر تجميع للمياه ومجموعة مضخات بتسحب بيدورها مطور بتسحب المية وتضخها لي في خط الشارج في المية، بنسميه الدليفري بايب أو المين ريزنج اللي هو خط الطرد في الصرف. في المية بيودي لي مثلا لو هي له ليفت بامب بتوصل لي المية لمحطة تنقية المية، لو هي هاي ليفت بامب بتوصل لي المية الدليفري بايب بيوصل لي المياه لشبكة توزيع المدينة وهكذا. يبقى دي الفلو لاين. إن شاء الله المرة الجاية هنبدأ نتكلم على البامب ستيشن وأنواعها وأنواع المضخات وتصميمها وهكذا.
زي ما انتم شايفين المقرر بتاعنا بسيط، بيعتمد على المقرر الاولاني، حاجات بسيطه بنزودها. هنبدا بعد كده هنتكلم على البمب والبمب ستيشن وتصميمها وتصميم شبكات توزيع المياه. في حد له اي استفسار على الجزء ده؟ عاوزين بس الملف يا دكتور يترفع بعد إذنك. ان شاء الله ارفع لكم الملف على طول بالنسبه للجزء ده. تمام. ان شاء الله يعني هنزل لكم الجزء ده. المجموعه بتاع المشروع هتبقى المحاضره بتاعتها الاسبوع الجاي بقى، طبعا هيبقى المحاضره حضوري يعني. وبالنسبه للشبكات المحاضره وفق المواعيد الجديده تقريبا 12 وربع. ان شاء الله نبدا في الكليه الساعه 12 وربع، هناخد المحاضره بتاعتنا، ومجموعه المشروع اللي معانا هنكمل محاضره مشروع بعد محاضره الايه الشبكات، عشان ننظم العمل في الجزء بعد ما انتم تكونوا خلصتوا اللي هو الشيت اللي هو بتاع الميه والشيت بتاع الصرف. تمام يا دكتور. انا كده مش هننزل يوم الاثنين ان شاء الله الكلية؟ لا لو هتنزل يعني عموما هنبقى هنبلغك. يعني العادي ان المحاضره دلوقتي هتبقى يوم الثلاث مع محاضره الشبكات، لو في تغيير هنبلغكم بيه. تمام. ماشي. في اي استفسار تاني؟ شكرا لحضرتك. ماشي. شكرا لحضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. وانتوا كل سنه وانتم طيبين. وثانيه واحده بقى ناخد الغياب ان شاء الله ونكمل. تمام.